زرا في ليلة انتي هذه سنين وسنين في هذا الميدان هذا جا مالوغوزمون الكوفيد وحبستي قلتي بون نحبسو على ما نشوفو شنو اذا غادي نشوفو اول لبسه اللي مقترحه علينا فطيبه اللوين هذا حميمر فن ما شاء الله لبسه تري شيك صوبر يعني مأدبه كي تيقولو ولكن كلها كترتي هذه لبسه قلتي في طرز اليد كلها طريت من بتا الخدمه ديالها مخزانيه شويه وحتى الجنيبات اللي الجنيبات في الخرات درنا دي توش دو بيرلاج بلا بايت باش بوغ اتيري لا لوميير تري تري جولي شكرا التسكير فقط فاطم زهر في لالي كانت من بين الناس الاوائل اللي بداو في المحفه الصحراويه اي تبارك الله واحد الطريقه روعه للمكان ما شاء الله عليها شكرا. اول انا بالنسبه لي اول وحده اللي بدعت في المحفه وقدمناها بواحد الطريقه يا سلام انتي من اصول الصحراويه قامت بديمقراطيه المحفه ولات واحد من بياس اللي تقدري تمشي بها في كل المناسبات جرينا المحفه من الجنوب انت من اصول صحراويه دونك ولا بد كتعرفي الطقوس وكتعرفي كيفاش شنو هما الاثواب اللي وشنو هما المجوهرات اللي كيداروا معاك وكنت مساك عقل كنت بشحال هذه درت معها شوتينغ وكان عندنا العيبه ما شاء الله شوف هاد الوينات كيفاش انا حتى تنشوف درتي في سميتهم دوك لي الشميمرات فيهم هذاك البيرلاج كلهم بالعقيق هذا دي شوت اون اون بيرل باش ملي كنديروا لو موفمون مانيوال ديال لا مي كيولي كتولي كيبان بحال بيزو اكزاكتومون وكنشوفوا الطرزات درتي هذه كلها بالسواق المعلم هذه شويه لا فيغتي ديالي باسكو كاع هذوك لي بياس ديالها ديال المبر كلهم مقطعين باليد فوالا غير وشي راه كنا ما شاء الله خرات مخدومه بالبيرلاج كامله والقدام كله بزواق المعلم تاع مكتبات دابا كيفاش كيجيوك هاد الافكار ديال هاد لي ديسان انت اللي كترسمي انت اللي كتختاري لي كولور غادي سي لا تيماتيك ابا يعني كنمشي كنبحث في لا كولور ديال لا تيماتيك ديالي لي ماتيير لي ميلونج دو كولور وكنحاولوا نحطو في الكسلام ونشوف الفضل محمد يلا اللي لابسه الليله حديري ما شاء الله قول لي بعدا شنو هاد الثوب هذا وش هاديك الخدمه والتعسه ديك واحد المعلم 3D سي واحد ديك الخدمه اللي جديد اللي كيعطي دو فوليوم في في لا باترين لي مان والتحت وكله حتى هو منبت ب ما شاء الله عليك وصلنا بعد ليلى ان بوغ تري تري ما شاء الله عليها ودخلتي جوي ناس مي ديس اكزاكتومون كاين بوردو ان بوردو بوغ رولوفي لا كولور سوبر بوغ رولوفي لا كولور داك لون سيترون اي جيماجين سي اون بورت اوسي دي بيجو بالبوردو او سا با ايتر روعه اكزاكت روعه تبارك الله عليك لاله فاطمة الزهراء تمتى تصغيلور كيفاش تجي تتبهرينا دونك ليلى شنو بان لك نكملوا عاد الازياء التوقيع لاله فاطمة الزهراء في ليلى نكملوا العاد واللي كيبغي هذا اللون هذا سميرة سي تاع جولي غري كلير ياك فاطمة الزهراء في ان روز بال سي فوالا سي سي داخل في اون نوت ديال لو روز كلير ولا لو روز بال اكزاكتومون الوغ هذا بور لي فاد Mais elle est très chic à de la couleur, ou fait avoir le mélange. Exactement. Fini via le rose pâle. Exactement. Une petite note via le rose pâle, l'air j'attaque le gris via le chouïa. Exactement. Ça a de la tenue très très chic. Ça y est, cool, la besoin de l'alum, faire la en cristaux et paillettes. Ouais, ça te il est sur notre le dos, il est bien travaillé. Bon, là, c'est du satin. C'est du drap de soie, exactement. C'est du drap de soie. لا كولور لي تخنا لها في البيرلاج هي لاميتيست بوغ غولفي شويه نخرج داك ما بايناش بزاف يعني فوالا اي تري ديسكريت تري ديسكريت تري ديسكريت وعندك مع لا كولور لاميتيست سي سكو فو بورتي تري تري جولي تبارك الله عليك فاطمة الزهراء بيان سور انت ياك ديري توجور لي جلابا وخفيت ناتخ في الحفات وي الحفات اكزاكتو اي بيان سور كتصوبي حتى لو سور ميزور بور لي ماريي وي الو اخر لبسه هاد لو بلو Le bleu roi. Waouh. Fait une touche de rouge. Waouh, waouh. Wow. 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 Je vous remercie Elina Pala Kda. Alhamdulillah. Je n'ai qu'à faire une fracture. Oui. Bah, le Covid. Le Covid. Mais il fallait que je sache ce que je me dis, mais bon, alhamdulillah. باش كتكون صحيه اللهم لك الحمد اكزاكتو دونك انا شنو الخدمه اللي درتي سي دو هنايا طرز اليد
كلها بغودرينا كلها بغودرينا غلوفي افيك اون نوت دو روج اي اون نوت خفيفه ديال لو فيغ التبطين كله بالاحمر عاوتاني و فوالا سي دو هادي تخيل هادي افيك دي بيجو افيك اون بيل كوافور اكزاكتومون روعه روعه سي دي ماستر بيس شكرا لك فاطمة زهراء الفيلالي شكرا لك ومزريبي جبتينا لا نوفيل كوليكسيون ديالك مزريبي جبتينا بزاف ان شاء الله ان شاء الله وجيبي لنا الحفاس عاوتاني بكرون في الهيمن شمارح الصحراء في بلاطو صباحيات دوزام نشمو ريحه الصحراء مغربيه بكل مكوناتها الطاقه ان شاء الله شكرا لك لاله فاطمة زهراء الفيلالي مشاهدينا هكذا تسلي حلقه اليوم صباحيه دوزام تلقاو بكم.